السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن الخبر اللي قالب الدنيا، خبر عمل ضجة من امبارح للنهاردة، خبر اسلام سلطان الطرب جورج وسوف. بيقولوا ان جورج وسوف يا جماعة اعلن اسلامه. اقول لكم تفاصيل الخبر كله، كمان اتكلم معاكم النهاردة على الفيديو اللي حصل امبارح اللي الناس كلها مش مصدقاه. زوج يا جماعة يتخلص من زوجته ويعمل بث مباشر ويطلع يتصور بالجثة قدام الناس ويقول ان هو مش هينزل من بيته غير لما القنوات ووسائل الاعلام تروح له عشان يقول هو ليه عمل كده في زوجته. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، كلكم عارفين ان الدنيا مقلوبة بقالها 3 ايام بعد فاجئة وفاة ابن سلطان الطرب جورج وسوف، ابنه اللي اسمه وديع اللي من زوجته شاليمار، اللي طلعت وقلت لكم ان هو مات بسبب عمليه تكميم او عمليه تصغير معده بسبب خطأ طبي دخل العمليه وحصل له مضاعفات خطيره، حصل له نزيف حد داخلي وسكته دماغيه وفشل في عضله القلب وتوقف عضله القلب وجاله ازمه قلبيه حاده وتوفى يا جماعه من قيمه يومين. وامبارح كان بيشيعوا الجثمان او بيدفنوا الجثمان في قفرون في سوريا في مدافن العائله. وقلت لكم يا جماعه جورج كان منهار جدا، لان زي ما قلت لكم طلعت وقلت لكم ان اصعب حاجه على البني ادم ان هو يدفن ضناه وهو عايش. طبعا انهيار تام لجورج وسوف، لان وديع ده جماعه كان الابن الاكبر ليه وكان مدير اعماله وكان كل حاجه ليه في حياته. عنده اولاد تانيين، عنده 3 صبيان وبنت، لكن وديع ده كان ليه زي ما بيقولوا كده ايه معزه خاصه في قلب ابوه، وابوه كان منهار جدا في وفاته، ما كانش مصدق يا جماعه لدرجه ان هو كان بيصرخ ودخل المستشفى في حاله انهيار عصبي شديد بسبب وفاه ابنه. ايه اللي حصل بقى يا جماعه امبارح؟ قالب الدنيا ومخلي ناس، والله الناس طالعه تنتقد من غير من غير لازمه، من غير لازمه، يعني ناس طالعه تتكلم من غير لازمه. خبر اعلان جورج وسوف اسلامه وان هو بيرتل القران او ان هو بيقرا القران. اللي حصل امبارح في عزا وديع جورج وسوف، جورج وسوف جاب شيخ في عزا ابنه، شيخ جاب شيخ يقرا قران في عزا ابنه ويرتل القران. ناس كتير قوي مستغربه، هو مش جورج يا جماعه دي انتوا المسيحيه؟ طب لما هو مسيحي ازاي يجيب شيخ فعايز ابنه يقرا القران؟ طب هو اسلم؟ بصوا يا جماعه، هو ما اسلمش، هو شخص بيحب يسمع القران ويحفظه، هو مسيحي بس هو بيحب يسمع القران ويحفظه. دي حاجه بقى ما تخصش الناس اللي طالعه تنتقد او الناس اللي طالعه تتكلم، كل واحد حر، هو حر في مراسم العزاء بتاع ابنه يعمل اللي هو عايزه. هو جاب شيخ، الشيخ اسمه ياسر الصالح، جاب الشيخ ده وقال له انا عايزك تقرا قران في عزا ابني، مع العلم ان الشيخ ياسر الصالح ده يا جماعه لما عملوا معاه لقاء بعد ما خلص قراءه القران في العزا قال ان جورج وسوف جابه قبل كده في عزا امه وقال له اقرا قران في العزا. وكمان بيقول ان جورج وسوف بيحفظ القران وبيرتله، ده اللي قاله الشيخ ياسر الصالح على سلطان الطرب جورج وسوف. ناس بقى طالعه ده جورج وسوف ازاي يعمل كده، ازاي يجيب؟ يا جماعه كل واحد حر، هو يجيب واحد يقرا قران، هو حر عادي، بتحصل، ممكن تحصل. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه ان زوجاته الاثنين اللي هي شاليمار والزوجه الثانيه التركيه الاثنين مسلمين، زوجاته الاثنين مسلمين، مش عارفه بقى ازاي هو مسيحي واتجوز الاثنين مسلمين. هما بيقولوا ان الاولى اتجوزها زواج مدني في مكان كده والثانيه برضو عشان يعرف يتجوزها اتجوزها في مكان معين. انا ما فتيش في حاجات ما اعرفهاش، بس ده معلومه حبيت اقولها لكم. لكن هو اسلم؟ لا ما اسلمش يا جماعه، هو ما اسلمش، لكن هو في عزا امه برضو جاب الشيخ ده قرأ قران في العزا
فعزا ابنه جابه وخلاه يقرأ القرآن. وكمان هو الشيخ طلع وقال ان هو بيحفظ قرآن وبيحب يسمع القرآن. لعل الله يهديه يا جماعة، لعل الله يهديه، لعل الله يهديه ويرجعه في اي وقت يطلع ويعلن الاسلام، محدش عارف. لكن دي اولا واخيرا حرية شخصية، الناس داخلة تعليقات وازاي وش وايه ده، في ايه يا جماعة، في ايه، كل واحد حر. احنا احنا ما نعرفش حرام ولا حلال، بس يعني ما نفتيش في حاجة حرام ولا حلال. بس انا حبيت بس اقول لكم اللي حصل بطريقة سلسة. اللي حصل بقى يا جماعة في الدقهلية مركز نبرو، وقع تخض، اول ما تسمع عنها كده تتخض. زوج يا جماعة يعمل بث مباشر وهو بعد ما تخلص من زوجته وجنبه الثلاث بنات اولاده، وبيهدد ان لو وسائل الاعلام ما راحتش عنده هيتخلص من اولاده. طب ايه السبب ده كله؟ اقول لكم القصه. الزوج ده يا جماعه عنده 36 سنه، بيسافر بيشتغل وبيسافر في السعوديه. الزوجه عندها 26 سنه، اسمها زينب ابراهيم، عنده 3 بنات اعمارهم من 4 ل 9 سنوات، متجوز بقاله 9 سنين. فجاه حصل مشاكل بينه وبين زوجته من فتره، والحياه خلاص انتهت ما بينهم، واتفقوا على الطلاق. راح طلقها واداها عيالها وسافر السعودية يكمل شغله. رجع من السعودية فجأة كده بقى عايز مراته وعياله، دخل ناس وجاب ناس كبيرة في البلد، تعالوا اتدخلوا في الموضوع، انا عايز ارجع مراتي، انا عايز اعيش بناتي في حياة مستقرة والكلام ده كله. وفعلا الزوجة رضيت ورجعت بشروطها في نفس اليوم اللي رجعها فيه، في نفس اليوم، هو نفس اليوم اللي اتخلص منها بطريقه بشعه. مش عايزه اوصف لكم يا جماعه هو عمل فيها ايه بالظبط، او قتلها بطريقه لا حول ولا قوه الا بالله. في نفس اليوم اللي رجع من السعوديه وراح فاتح بث مباشر وقال يا جماعه انا عايز وسائل الاعلام تيجي عشان احكي لهم انا ليه عملت في مراتي كده بالطريقه دي. وكان على فكره بيتصور مع الجثه، وصور الجثه وهي ميته، وبعت صورها لابوها واخوها واختها وامها والعيله كلها. والعيله كلها لما الصور راحت طلعوا يجروا على البيت عشان يلحقوا الاولاد، بص من فوق قال اللي هيقرب هعمل واسوي في ولادي. الشرطه جت طبعا مسكته وتم القبض عليه. يا عم انت مش عايزها والحياة ما بينكم صعبة واتطلقتوا، ليه جيت من السعودية ترجعها عشان تعمل فيها كده؟ ليه؟ انت مش عايزها سيبها، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ليه كده؟ ليه كده بقى؟ كانت قاعدة بتربي عيالك، هو دلوقتي هي ماتت وهو هيتحبس، العيال دي بقى مصيرها ايه؟ وتلات بنات يا جماعة، تلات بنات، أصغر واحدة 3 سنين، عنده بنت 6 سنين وعنده بنت 9 سنين. بجد واقعة يعني الواحد مش عارف يقول ايه. مفيش بيت مفيهوش مشاكل، لكن لما بيبقى فيه استحالة عيشة خلاص كل واحد يروح لحال سبيله. لكن ده نازل معذب ان هو يعمل فيها كده، لا حول ولا قوة الا بالله. مستنيه رأيكم في التعليق على الفيديو ده، يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك والتعليق.